النهارده بقى هنعمل ايه؟ حمام، بس لا هنحشي ولا هنشوي. تعالوا اقول لكم هنعمل فيه ايه. عندنا ميه اهي بقى مغليه زي ما انتم شايفين بتبقلل جامد، هنحط فيها بصل وهنحط ورق لورا، كسرنا بس الحبان عشان نطلع السيدز بتاعته تطلع كده ريحه حلوه، 4 5 حبهانات ومستكه وبس. عايزين نحط بقى ملح، ملح ورشه سكر، يعني لو في رشه سكر كده حطوا رشه سكر مع الحمام هتساعد في السوا، ملح وفلفل. ونسقط بقى، بصوا الحمامه، حمامه زي ما هي اهي تمام، هنسقطها. بصوا الحمام ولا ربطنا ايديه ولا ربطنا رجليه ولا عملنا فيه اي حاجه، حطيناه زي ما هو سقطناه في الماء. هنقفل عليه بقى ونسيبه يستوي. بصوا بقى يا حلوين، زي ما قلت لكم احنا هنعمله ايه بطريقه جديده، فهنعمله بايه؟ بالطحينه. مستغربوش يعني، هتشوفوا كل حاجه واحده واحده بس اتقلوا كده. هنحط الطحينه، ماشي اهو، حطينا الطحينه وهنحط معاها ثوم، كاننا بنعمل سلطه الطحينه بالظبط. ثوم، ولو عندكم ما عندكمش ثوم عايزين تحطوا ثوم باودر ممكن، ماشي. هنحط خل، نقلب كده ماشي، وهنحط ميه واحده واحده لحد ايه ما تبيض معانا الطحينه. سلطة الطحينة عادي خالص. هنقلب بقى بالويسك اسهل عشان لو تقلت ولا حاجة معانا، لحد ما تبيض. هنزود ملح وفلفل، زودوا ملح فلفل انا هو بحط ملح قليل عشان تقعدوش تقولي بتحطي ملح كتير يا نورة في الاكل. تعالوا بقى بصوا، شايفين الريم اللي على جنب ده؟ هقول لكم هنشيله ازاي. طبعا فاكرين حركة المنديل ولا ما شفتوهاش؟ لو ما اتفرجتوش على الحلقة ارجعوا اتفرجوا عليه، حلقة الفتة. بصوا هنحط بقى المنديل اهو كده، منديل المطبخ، خلاص اغطي عليه دقيقة ونرجع نشيله كل الريمة يتشال. بسم الله يا جماعة، بصوا المنديل لم الريم كله ما شاء الله، بالورق اللورو كمان. بصوا المية صافية زي الفل. الحمامة هو بقى استوى، يلا نطلعه في الطبق. بصوا لو مش حابين رجليها تبقى كده عادي اربطوها براحتكم، بس انا يعني استسهالا للموضوع اسهل. يلا بقى اوريكم ايه الجديد في الحمام بتاعي. هنجيب الحمامية بعد ما سلقناها خلاص وعملنا الطحينة، هنمسك الطحينة ناخدها كده وايه وندهن بيها الحمام. عايزاكوا ايه بقى تغرقوها كده، غرقوها طحينة عشان تبقى كريسبي كده وحلوة قوي. بص يا جماعة بقى انا بعمل لكم افتكاسات، فعايزاكوا ايه بقى تعملولي لايكات بقى كتيرة، عايزة حب حب. وهنحط برضو سمنة كده، السمنة مع الطحينة خطيرة. ما اعتقدش بقى ان انتوا شفتوا حمام مدهون طحينة قبل كده. يعني ايه افتكاسه جديده قوي، بس هتعجبكم قوي قوي قوي. ولو على فكره لو حشيتيه برضو ممكن تدهنيه بالطحينه هيدي لون حلو قوي. خدي انت بقى يا لولو ايه اعملي بقى دي، يلا وريهم بتدهنيهم، وريهم وريهم شطارتك، شطارتك في المطبخ. اصغر ست بيت في الدنيا، انا مخبيه كل حاجه. انا هدهن السنه وانت دهني الطحينه. خلي ولادكم كده يشاركوكوا الحاجات دي، بالنسبه لهم هي لعبه. بس بالنسبه لنا احنا حاجه مفيده، وبالنسبه لهم والله حاجه مفيده، بتحسيهم بالمسؤوليه كده بصراحه. بصوا بقى انا هسقطها، انا حاطه الزيت مش في طاسه عشان مش عايزه اقلبها، انا عايزه اسقطها، فانا هسقط كده بصوا اهي واروح مسقطها. بصوا بقى لونها جولدن وحلو ازاي. بصوا بقى الحمام، بصوا كريسبي ازاي، سامعين سامعين الكريسبي. وحاجه لذيذه هنرش بس عليه شويه ملح كده، ودوقوا احلى حمام ودعولي بقى. ومين بقى ضيفه الشرف طبعا بتاعت كل حلقه؟ لولو. تعالي يا لولو. ايه رايك في الحمام؟ حلو
شكله يجنن. طب انت تحبي الحمام ولا لا؟ بتحبي الطحينه ولا لا؟ لا. ماشي، بس هدوقه لك وتقولي حلو ولا لا. ماشي، بصي هدوقك حته صغننه كده عشان برضو هو ايه. بصوا بصوا من جوه خطيره، بصوا طالعه جوسي اهي. ماشي، ومن بره كريسبي. بصوا القشره بتاعتها كريسبي ازاي. اجيب لك حته جلده عشان شكله بصراحه كده تحفه يا جماعه. ماشي، بصي اهو حته جلده وحته. بسم الله. قولي لي حلو ولا لا؟ تحفه. بهددك برجل الحمام. ايه حلو؟ تحفه بجد بجد. نجن. طب احلى من الحمام بتاع المطاعم؟ بصراحه شكرا يا لولو. اهو لي اعتمدت الوصفه. فايه تنسوش تعملوها، اوكي تعملوها بالطحينه، وعايزه تحشيها احشيها بس حطي طحينه. ودي تستاهل لايكس كتيرة. يا سلام، شكرا. اعملوها بقى وادعولي وادعو لاخوي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.